برحب فيكم بفقرة جديدة من عالم التسوق. بعد النجاح الكتير كبير اللي حققته منتجات سكالا باي بروميس من الماركة البرازيلية سكالا، بيسعدنا اليوم انه نقدم لكم هيدي المنتجات من جديد، وكمان ضفنا عليها منتجات جديدة. اللي بيميز منتجات سكالا باي بروميس هي القماش الرائعة اللي بتخليكم تحصلوا على جسم ممشوق مشدود، وإلى جانب هيدا الشيء تخسروا كمان من السيلوليت. سارة، مثل ما قلت لكل المشاهدين، نحن اليوم عم نرجع نعرفهم على سكالا بايو بروميس، وزدنا هالمنتج اللي شايفينه قدامكم وهو البادي سوت. هالبادي سوت هو مناسب ليحدد شكل الجسم وبشد الجسم ابتداء من منطقه الصدر، المعده، البطن، الفخاد، الوراك والمؤخره. هو مناسب جدا لينلبس تحت فساتين السهره او حتى تحت فساتين العرس. اللي بيميز هالبادي سوت او لباس الجسم انه فيكم تلبسوه تحت اي ثياب كنتوا لابسين من اي لون الكان، لانه متوفر عنا بلون الجسم. وبناء على طلب المشاهدين، ولانه منتجات سكالا بايو بروميس لقت نجاح كثير كبير بعالم التسوق، عم نرجع نقدم لكم من جديد البرمودا شورت اللي شايفينه قدامكم، وهو كمان متوفر عنا باللون الجسم باللون اللحمي، وهو بشد منطقه البطن، الفخاد والوراك والمؤخره طبعا. بالإضافة عم نرجع نقدم لكم كمان السكالا بايو بروميس سليمينج لاجينجز المتوفر عنا باللون الأسود، لا يشد منطقة البطن، الوراك، المؤخرة، الفخاد والإجرين. كل هالمنتجات اللي عم نقدم لكم إياهن اليوم متوفرين بكل قياسات سمول، ميديوم، لارج واكسترا لارج. احكينا ببدايه الحلقه انه اللي بيميز منتجات سكالا بايو بروميس هي البايو اكتيف كريستلز، او القماش اللي بتكون فيها هيدي المنتجات، اللي بتساعد على انه تخليكم تخسروا من مظهر السيلوليت وتخلي جسمكم كثير ممشوق. هيدا مش كل شيء، كمان في عندنا تكنولوجي واللي هي تكنولوجي الانفراريد، واللي هن الوحيدين بالعالم من الشيب وير اللي بيستخدموها. لهيدي بتساعدنا لحتى نخسر شوي من وزن، وكمان ما بتخلينا هيك كتير نعرق أثناء ارتدائنا لمنتجات سكالا باي بروميس. وأثبتت كمان إحصاءات علمية على أنه أكثر من 80% من السيدات اللي ارتدوا منتجات سكالا باي بروميس كانت النتائج عليهم ولا أحلى، وحبوا هيدي المنتجات كتير. أكيد سارة، ونحن هون عم نفرجي للمشاهدين قدامنا هي الأختام اللي أثبتت أو الموجودة على الباكج اللي بتوصلكم وقت اللي بتحصلوا على سكالا بايو بروميس، البايو بروميس الانفراريد تكنولوجي اللي حكيت عنها سارة، بالإضافة للسانيتايزد أند أكتيف فرش. وهي بما أنه منتجات سكالا بايو بروميس بتحتوي على معقم منها وفية، بالإضافة للكونفيدنس إن تكستايلز، لأنه هالقماشة المصنوعة منها منتجات سكالا بايو بروميس هي مريحة جدا وما بتعملنا أي حساسية. على كل، بالإضافة للي حكيته سارة، بدي أقول لكم أنه انحكى كثير بوسائل الإعلام وبالمجلات العالمية أنه سكالا بايو بروميس هو منتج مذهل بالفعل، لأنه بيعطينا شكل جسم نحيف محدد ومشدود بنفس الوقت خلال ثواني. وإنما انحكى عنه أكثر لأنه هو أثبت أنه المنتج الوحيد اللي بخفف من مظهر السلوليت من خلال استخدامه المتكرر. إذن المنتج رقم الرفرنس لهيدا المنتج هو 431300. وسارة، بقى نرجع نذكر المشاهدين أنه بحلقة اليوم من سكالا بايو بروميس عم نقدم لكم ثلاث منتجات مختلفين. أنت قلت الرفرنس نمبر للبودي سوت، أما الرفرنس نمبر لللاجينج هو 431290، والرفرنس نمبر للبرمودا شورت هو 431000. هلا ما رح نطول عليكم مشاهدينا، رح نعرفكم على المنتج الجديد اللي عم نقدم لكم اياه من سكالا باي بروميس، واللي هو البادي سوت. من خلاله بتقدروا انتم تحصلوا على جسم كثير ممشوق، بتقدروا كمان تخسروا من مظهر السيلوليت. مثل ما عم بتشوفوا الحياكه اللي موجوده على هيدا البادي سوت هي سيملس، يعني شو ما كنتوا لابسين من تحته، شو ما كان الفستان قد ما كان ضيق واي قماشه ما ببين بالمره. حتى كمان اذا بدنا نشوف الحياكه اللي موجوده بين الفخاد، كمان هي ما بتخلي خلينا ابدا نتأيد شو ما نحن كنا لابسين، لانه هي حياكه عن جد منا وفيها للقماشه منا بارزه بالمره. حتى هون سارة على الفخاد، هيدي الماتيريال اللي موجوده هون بنحسها انه هي شوي مختلفه عن الماتيريال اللي برا، عشان تمنع الاحتكاك اللي بيكون موجود بين الفخاد. وسارة كمان كثير بهم المشاهدين يعرفوا انه اذا كنتوا لابسين لباس هالجسم هيدا، انتم ما بيعني هالامر انه رح تكونوا حاسين حالكم مقيدين وانتم لابسينه، لا بالعكس، هو رح يشد منطقه البطن
البطن والمعدة طبعا والفخاد والوراك والمؤخرة، وإنما بطريقة كتير مريحة رح يعطيكم كمان بتحسوا بسهولة بالحركة، وما تخافوا أنه أنتوا رح تعرقوا أو رح تطلع ريحته، لا، لأنه مثل ما ذكرنا هو فيه بلت إن سانيتايزر أو مصنوعة لقماشة فيها بقلبها معقم وضد الريحة وبيعطيكم شعور بالانتعاش كل الوقت. فإذا هلا نحن شايفين هيدا البودي سوت موجود قدامنا على الملكة، ولكن نحن حنفرجيكم هون عنا هيدا البودي سوت، حتى سارة إذا بتساعديني شدي معي لحتى نفرجيكم قدي هيدا الماتيريال بتقدر تمط معكم على أي جسم كان. يعني نحن بننصح كل سيدة إذا حابة هي عندها مشكلة بهيدا المنطقة حابة تصغر السايز تاعها تروح سايز أقل من اللي هي لابسته، أو إذا فيها تروح كمان سايزين بيكون كتير هلا الأفضل كمان يمكن إذا أخذوا سايز أقل وقت اللي بيضعفوا مش يضطروا كمان يرجعوا يغيروا. بالإضافة للي حكيتي سارة مثل ما شايفين للطريقة التصميم المصنوع في هلا البادي سوت على المؤخره في عندنا هون بطريقه بتصميم كثير مميز. هدول الباكتس ما بعرف اذا رح يبينوا اكثر كمان يمكن على المانيكان، فينا نبرم كمان المانيكان لحتى نوضحهم اكثر. هن هول الباكتس بيعطيكم شكل مؤخره مشدود، منه هيك مسطح وانما شكل كثير حلو ومرتب. فاذا مثل ما عم بتشوفوا هيدا هو البادي سوت اللي نحن عم نقدم لكم اياه، ولاكيد انتم تعرفوا نتائج اكثر كيف بيقدر يكون على الجسم وكيف يعطينا هيدي النتائج. رح نشوف هيدا الشيء كمان باثناء الحلقه. بس قبل بدي اقول لكم مشاهدينا انه في موجود معنا هدول السترابس او الحمالات. انتم شايفين انه هون عندنا السترابس السيليكون اللي هن يعني سي ثرو شفافين، فيكم تحطوهم فيكم تشيلوهم بالخالص، وفيكم تحطوا الحمالات أو السترابس اللي هن باللون البيج. وكمان لتلاقوا هيدي النتائج اللي ذكرت لكم عليها مع الموديل اللي موجودة معنا، أنا كل اللي حأطلبوا منكم أنكم نشوف هيدا الفيديو سوا ونشوف هيدي النتائج الفعالة. رقم المنتج هو 431300، عم نقدم لكم إياه بسعر جدا تنافسي لهيدا الأسبوع. ما عليكم غير تستغلوا الفرصة، ما تروحوا بعيد، بعد رح نعرفكم على منتجات تانية من سكالا باي برومس. شورت وبنطال سكالا المضاد للسيلولايت والمصحح الفوري لشكل الجسم. سكالا بايو بروميس يصحح شكل الجسم فوريا ويحارب السيلولايت بفضل تقنية البايوفير وهي احتوائه على الكريستال الحيوي الناشط. هذه التقنية هي الأولى من نوعها وحققت نتائجا لم يتوصل إليها أحد من قبل. منتجات سكالا تتكيف مع بنية كل جسم على حدة وتساعد على تصحيح منطقة البطن والمعدة، تخفف من حجم البطن، تعيد تشكيل الأوراك كالأفخاذ والخصر. سكالا مصنوع بدون أي حياكة ظاهرة، كما تمت صناعة الطبقات الخارجية بطريقة أقوى لتقوم بتشكيل الجسم وشده. أما الطبقات الداخلية فهي ناعمة على البشرة لضمان راحة كاملة. حياكة مميزة غير ظاهرة عند منطقة الخصر تمنح الجسم شكلا متناسقا ومثاليا تحت الملابس. حزام رفيع من السيليكون لا يسبب التحسس، ناعم على البشرة كما يضمن ثبات الشورت عند الخصر. هذه المنطقة مصنوعة من القطن لتضمن راحة كاملة، ومن قماش خاص يسمح بدخول الهواء ليمنع التعرق. سكالا هي التقنية التي تضمن لكم الشكل الذي تريدونه. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citruscv.com.
مشاهدينا نحن رجعنا لأخبركم أكثر عن المنتج الثاني من سكالا باي برامس. هلا عم نحكي عن السليمينج برمودا، رقم المنتج هو 431000. مثل ما شايفين قدامكم هلا الشورتس البرمودا شورتس كمان مناسب لينلبس تحت أي تياب كنتوا لابسينهم. اللي بيميزه كمان هو أنه مصنوع من بيحتوي على الكريستالز بايو أكتيف، واللي هن تقنية كتير متطورة ومتخصصة لتساعد على سحب الحرارة من الجسم، بتحولها لأشعة تحت الحمراء، وهي هي اللي بتساعد على تذويب الشحوم أو الدهون اللي بتكون بالطبقات العليا من الجلد. مثل ما عم بتشوفوا البرمودا اللي موجود معنا اليوم بتقدروا أنتوا تلبسوا لحتى تقدروا أنتوا هون تسطحوا هيدي المنطقة، يعني إذا عندكم مشكلة شوي بمنطقة المعدة واللي هي كل سيدة بتعاني منها بتقدروا أنتوا تشدوا هيدي المنطقة، بتقدروا أنتوا تشدوا منطقة كمان الفخاد اللي موجودين هون مثل ما عم نشوف حتى على الكاميرا، وبتقدروا كمان انتو تشدوا كمان المؤخرة بهيدي المنطقة، وبنرجع منشوف كمان هولي الجياب اللي محطوطين لحتى يقدروا يشدوا هيدي المنطقة. يعني إذا كنتوا حابين تلبسوا فساتين شو ما كان الضيقة، شو ما كان شو ما كان لونها حتى، وشو ما كانت القماشة، بتقدروا انتو تشدوا هيدي المنطقة بكل سهولة وتحصلوا على هيدا اللوك اللي بيعقد، وكمان تخففوا من مظهر السيلوليت. ليكي هو بالفعل اللي كمان بيميزه أنه نحن أنه هو بيشد الجسم، بيعطيكم شكل محدد ومشدود وحلو، بيخفف يمكن من المقاسات، وبيخلصكم من السيلوليت، ولكن أهم شيء أنه ما بيزعج أبدا وأنتوا ولابسينه، فيكم تتحركوا فيه بكل سهولة. هو ما بيعرق، ما بيطلع أي ريحة، فيه بلت إن سانيتايزر، وكتير مريح مرة تانية. هيدا هو الشورت موجود معنا مثل ما عم بتشوفوا، الحياكة كمان اللي موجودة على الشورت أبدا ما بتبين، شو ما كنتوا لابسين فستان ضيق ابدا ما بتبين. وعندنا كمان هون على منطقه البطن عاملين هيدي السيليكون سبورت اكثر، يعني اذا كانت نحن موجود عندنا على منطقه البطن بس نرتديه ساره، هيدا مجرد ما يلامس عندنا هون الجسم، حتى نفرجيه كمان على الملكة، مجرد نحن ما يلامس هون الجسم بيضلوا عامل سبورت اكثر على هيدي المنطقه، وما بينزل اكثر، وكمان مريح، يعني ما بيعمل اي اريتيشن على الجسم. فإذا مشاهدينا بدي ارجع اذكركم انه رقم المنتج هو 431000، هو متوفر عنا بلون الجسم اللي شايفينه قدامكم، فيكم تلبسوه تحت اي تياب شو كان لونهم وشو كانت قماشتهم، هو متوفر عنا بكل قياسات سمول ميديوم لارج واكسترا لارج. ونصيحتنا لكم انه وقت اللي بتاخذوه تاخذوا قياس اصغر اذا مش قياسين، كرمال وقت اللي ما يوسع عليكم اول شيء بسرعه ويشد لكم جسمكم بالطريقه اللي انتم بتحبوها، ولا تحصلوا على الجسم الحلو اللي انتم بدكم اياه. لتشوفوا نتائج اكثر مشاهدينا نحن رح نخليكم تشوفوا هلا الموديل اللي استخدمت هيدا البرمودا، شوفوا النتائج قبل وبعد، وأكيد من بعد ما تشوفوا هيدي النتائج كل اللي عليكم تعملوه انكم تتصلوا فينا. نحن رجعنا نعرفكم على المنتج الثالث بحلقتنا اليوم، رقم هالمنتج هو 431290، وهو السكالا بايو برامس سليمينج ليجينجز اللي شايفينه قدامكم. اللي بيتميز فيه كمان مثل كل منتجات سكالا بايو برامس هو التقنيه اللي بتعتمد على الكريستالز بايو اكتيف، واللي بتساعد على تحويل حراره الجسم لاشعه او لحراره تحت الحمراء، اللي بتساعد على سحب الدهون او على تذويب الدهون بالطبقات العليا من الجسم. هذا هو الامر اللي بيساعدكم على انكم تخسروا من مقاساتكم وتتخلصوا من السليوليت تدريجيا، هذا اذا كنتوا طبعا عم تلبسوا بشكل متواصل لمده 6 ساعات باليوم، مثل ما اثبتت الدراسات انه هالامر نجح على اكثر من 80% من الاشخاص اللي استعملوا او لبسوا منتجات سكالا بايو برامس بشكل متواصل. خلوني هلا اقول لكم بشو بيفيدكم هيدا السليمينج ليجينج، بيساعدكم لحتى انتم تشدوا المنطقه، اذا فينا نقول يمكن على المعده شوي من هون، بيساعدنا لحتى نشد منطقه الفخاد وكمان حتى نشد للاجر من تحت. وبدي الفت نظركم لشغله كثير حلوه، انه هو قماشه شوي هي سميكه، يعني ابدا ما بتخيل، ففيكم انتم تلبسوا ليجينجز عادي على اي تي شيرت، على اي شميز عندكم، فيكم كمان تلبسوا تحت الجينز، فيكم تلبسوه كمان تحت العباية، شو ما بيخطر عبالكم بتقدروا تستخدموا هيدا الليجينج. برجع بذكركم رقم المنتج هو 431290. نحن بحلقتنا لليوم عرفنا
شاركناكم على احلى المنتجات، وكمان عم نشوف نتائج كثير رائعه، وهلا كمان انتم عم بتشوفوا النتائج على الموديل اللي ارتدت سليمينج ليجينج، وشفتوا قد ايه في فرق كثير كبير بين هيدي يعني نحن ساره، انا وساره اثنيناتنا كثير تحمسنا وقت اللي عم نحكي عن منتجات سكالا بايو برومس، واكتشفنا انه هيدي هي المنتجات اللي نحن كمان لازم نشتريها شخصيا. اذا الريفرنس نمبر برجع بذكركم للبودي سوت هو 431300، السليمينج ليجينج هو 431290، السليمينج برمودا 431000. بهالحلقه عرفناكم على اسهل طريقه فيكم من خلالها تحصلوا على شكل جسم محدد ممشو ونحيف ومشدود بنفس الوقت، وهو من خلال طريقه بسيطه جدا، وهي منتجات سكالا بايو برامس. لهون بكون وصلنا معكم لختام هيدي الفقره، بتشكر اكيد متابعتكم لنا، لاقونا بفقرات جديده مع منتجات حصريه بعالم التسوق. باي باي. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citruscv.com.